هاد الحومه هذه انا بعدا نسك واخا ماشي قديمه ولكن 16 عام انا فيها ولكن الناس كاينه قدامين. انا العكوزه ديالي شاريه من 83 والناس كل واحد وبشحال متقدره له هاد البنه باش بنا. كاين اللي عاد بنا دابا البني غالي، كيفاش حنا نعرفوا مثلا غادي نجمعوا الجمع ديال البني شحال تقامت الدار ولا كل واحد شحال تقامت عليه؟ شحال هذه الناس ما كانت كتقبص ما كانت كتجلج، دابا الناس كتصلح الدار مصلوحه مجهزه باش ما يقاوم هذا الدار بشحال تبنات ولا بشحال هذه. انا جبرت بنيه عند العكوزه يعني بني قديم وكل شيء والارض ما عارفينش حنا شكون مواليها. حنا اصلا استدعات اللي جاو ما فيهمش الاسم، فيهم شركه البني ولكن هاد الشركه شكون مواليها حنا ما عارفينش. حنا خصنا نعرفوا دابا شكون هاد الناس، داكشي حنا باش هنايا كنطالبوا نعرفوا هاد الناس شكون وعلاش دابا عاد جاو. انا 16 عام عمري ما جاتني شي شكايه ولا استدعاء، كتجينا غير ديال الضريبه والماء والضوء وهادو كيجيو، ولكن شي واحد باش غادي يجي يقول لك انا اليوم عاد ديالي؟ حنا ما عارفينش هاد الشيء هذا شكون. حنا خصنا نعرفوا شكون هاد الناس هادو، وحنا خصنا نعرفوا شكون هاد الناس وخصنا نعرفوا دا الناس كاينه عندها 6 الاسره في الدار في غتسيبها، الناس ما عندهمش يلا خدامين على قدر الحال، في غادي يمشيو الناس يمشيو يكريو ولا غادي يمشيو تسيبوهم في الشارع ولا الا الناس كتقلب على الفوضى وصافي. بهذه الطريقه هذه الناس كتقلب على الفوضى. لا ما عندهم ما عندهم ما يعوضوا. لا اسمح لي ما اسمح لي ما عندهم ما يعوضوا. دابا اش غيعاودوا؟ واش الدار فيها 5 الاسرات بلاتي؟ واحد الدار فيها 5 الاسرات ياك، وكل اسره خاصها ساكن، غتعوضوا انتينا وانتينا التوتال ديالك غتعوضوا ب 50 دم متر باش غتعوضوا؟ هي فيها 5 الاسرات يعني مجوجين بولادهم، يعني كل اسره راه عندها 5 ولا 6 الناس، باش غتعوضوا من هاد الشركه؟ باش غتعوضوا؟ شحال غتعوض هي الاولى شحال غتعوض؟ راه الحومات الشوك دابا الانسان كيقلب على الفوضى، اما الا جينا نشدوا الحومات الشوك ونجيو لهنايا راه غتكون كارثه كبيره، غتقطع هاد الطريق غيتقطع. حنا ما باغينش الفوضى، حنا باغيين بالسلام. خالتي لا الحياه لا شارب اكحل، دابا انا شايب وشنا نطيحين صافي باش يجيو يخرجونا من الديار ديالنا؟ ما يخرجوناش. خلص الضريبة. هايلا خرجنا ربي من الضريبة ديالنا بكل شيء ديالنا كنخلصوا. هي اللي انتظر فينا. هي تشوف هالدراوش. أملكنا في خطر. عز الله محمد السادس. وإذا عطاكم تسع ويتقبلوا. لا سيدي، إحنا ما خصنا نبقاو في الديار ديالنا. نبقاو في الديار ديالنا. شحال غيعطيك التعوي؟ شحال؟ يدوخوا علينا بلا حساب بلا حساب. ايوا راه تقريبا 100 ولا اختار من القاع من الاساس. انا رخدتني هنايا رخدتني هنا 4 الناس كانوا هنا 4 دابا تبارك الله شو شحال. انا 25 عام ساكنه بحمد الشوك وانا باغي الدار ديالي ونجلس فيها، ما عندي لا نمشي الشركه لا حتى دابا ظهرت لها الحومه الشوك. احنا شرينا وكنخلصوا الدار والضريبه الزبل وكل شيء، ماشي غير الشركه في مثل حنا بوبريس وبغات تصدم علينا وتجي لحومه الشوك. انا باغي الدار ديالي نجلس فيها، انا ما عرفتي معرفتي خليت 4 العوال غير في واحد البيت وكندوي بالشماع. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والله ينصر المالك. صافي هادشي اللي خصني نقول. انا المطلب ديالي نبقى في الدار ديالي، ما غنتحركش منها كلكل واخا نعرف نموت في الطريق. هنا شريتها بالعرق ديالي. صافي يا خويا وجزاكم الله خير. انا واحد من السكان ديال بنكيران، بعت الملك ديالي وشريت هنايا. واللي علاش شريت؟ على حسب المراه العائله ديالها هنا قرابين، باش كيكونوا قرابين العائله من بعض. اييه عندي كل شيء، مشرى عندي الكونترا المضى وعندي ديال المسائل كلها، فهمتي؟ وهاد الناس من فين كانوا؟ هاد الناس هادهم ملي كانوا يعني كيدخل الماء والضوء كنت والضريبه حتى الضريبه عندي، فهمتي؟ هاد الناس هادهم فين كانوا دابا عاد غيبانوا؟ هذا الطاغوت، هذه مافيا تيبغى تحقر هاد الدراويش، والله ينزل عليهم الدل والمسكين. انا دابا خويت ولدي هو اللي غادي يسكن تما، فهمتي؟ انا كنت ساكن انا ولادي، ولكن انا خويت من تما عملت واحد الدويريه في فهمتي، وهذيك باقي ملي غنزوجو يسكن تما. خسرت عليا وانا شريت السفلي والفوقي وزيت بنيت سكنه ونص الفوق. ما نقدرش نقول لك، ما عندوش الحد، لان في ذاك الوقت ما كناش كنقيدوا
شني خسرتي ولا انت؟ لا انا بالزلي ديالها بالمسائل ديالها بالدروج ديالها بالكرانيتو ديالها بالمسائل ديالها ما يقدرش نقول لك على حسب سويه فعلا. ولكن دابا هاد الناس هادو جاو كيأذيونا الله يهديهم او دعوا بهم الله. جوج الحاجات معكم وحده مساكينه دحومة تشوك. لا انا ولا الوالدين ديالنا ما توصلناش بهذا الاستدعاء اللي جابوه من المحكمه، ولكن بما انه وصلتنا الجيران ديالنا فراح اللي وصلتنا كاملين، حيت ما يمكنش في العقل ديال الانسان نتوقعوا ان واحد الدار غتزول اولا واحد الناس غيزولوا واللي قدامها غيبقاو. فالساكنه دحومة تشوك كامله مضروره، وهاد الناس اللي كتشوفوا هنايا كاينه اللي جاتو استدعاء ودخل داخل المحكمه وكاينه اللي باقي. المطلب ديالنا الوحيد حنا هاد الصباح هذا هو ان حتى شي واحد من حومة تشوك ما غيتحرك من الدار ديالو. علاش؟ لان هاد الوالدين ديالنا عملوا داك الديور بالدم ديالهم وبالعرق ديالهم وبالجهد ديالهم. انا اصغر وحده في خوتي خلقه في ديك الدار، وخوتي كاملين خلقين في ديك الدار. فجاه وبقدره قادر بين عشيه وضحاها هبن ان هاد الارض مواليها، وهاد الارض حنا مسيطرين عليها. لا وكاينه بعض الناس بعض الهوامي يقول لك انتوما طاولتوا على الارض انتوما ديتوا للناس الارض. كيف يعقل ان واحد الانسان ساكن 60 عام او 65، كاينه اللي هنا 80 عام، راه كاينين جيران ديالنا شراوها وهما باقيين ساكنين في البوادي وجاو بقاو كيبنيو لا جوره بلا جوره. فكيف يعقل ان هذا الانسان هذا تطاول او لا ده هذه الارض او حازن شي واحد؟ وحنا كاملين عندنا الوريقات ديالنا المملكه المغربيه كاملين، سواء في العقده ضد الضوء او ديال الماء او الضرائب او ديال الويفي او اي حاجه، حتى من حد الوثائق الاداريه والتربويه ديالنا باش قرينا حنا باش توظفنا حنا كاملين كنا كندفعوا فيهم هذا العنوان هذا اللي هو حي بن كيران. حنا شاري 50 سنه وانا تما دخلت في 77 في طنجه، كان الخرا والقفار الويدان والخنادق وكل شيء. الناس شرات كان يبيعوا لي كيقول ما كاينش، كيقول ما كاينش اش يقول لي الارض مسلمه ما فيها لا غول ما فيها لا صداع لا والو، ما كان فيها لا ما لا والو. السلطه اللي كانت تكتب الوثائق وتكتب كل شيء يمشيو يتحاوروا معاهم الماليه وداك الشيء. حنا والو، حنا ناس ضعافه، حنا كنطلبوا يخلونا بلايصنا هذا الشيء اللي كاين. حنا تما شوف انا تما نموت تما تما نموت فيها تما اللي كاين اللي ركب عليا من مجهودي. واخا يعوضوكم ها؟ اش غادي يعوض ليا؟ فين غنمشي؟ فين؟ فين غادي يعوض ليا؟ فين؟ ودابا باقي يا صاحبي غنمشي نخدم؟ باقي يا صاحبي غنور نخدم؟ حنا نطلبوا الحق ديالنا، يبعدوا منا ويخلونا احتقار. صافي هادشي اللي كاين. فين غنمشيو هاد الصبيان؟ فين غنمشيو؟ فين؟ هاد الصبيان فين غنمشيو؟ نديهم للقنطرة ونعرضوهم للتران؟ صافي ماشي ما بقى نمشيو نموتو وصافي. هذا واحد ما خان حي حمود حي بالكرام ناظم مع بعضياته. شاد في بعضياته. يموتوا تما يعيشوا تما كل شيء. بس ما بغاو بالموت بالحياة. صافي.